أشكركم على حضور تعبين ابني ني محمد وعلي. أشكر أباء الشهداء لحضورهم هذا التعبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة وصلي يا ربي على حبيبك المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين وعلى صحبه المنتجبين ومن أتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام على أهل الثورة واللؤلؤة. السلام على أهل التضحية والفداء. السلام على الجرحى والمعذبين والسجناء. السلام على الشهداء الثورة وعلى الأجنون الشهداء. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد مر عام على استشهاد ابني محمد وعلي توأم أجنة. إنني أحتسبهم عند الله قربانا وروحهم وافدا لهذا الوطن، وهذا الأمر يزيدني ويزيد أسرتي عزما وإصرارا على المضي قدما في الثورة. أشكر شباب 14 فبراير على كل ما بذلوه من أجل أبقاء هذه الثورة، وأشكر شباب التغيير.